تعلمون أن الحرب السورية بدأت عام 2011 ما زالت مستمرة حتى اليوم، وهي تعتبر أطول الحروب في العصر الحديث. أول أمر سيد خلال الحرب السورية كان عقوبات اقتصادية اللي فرضت عام 2011 ما زالت مستمرة حتى اليوم، وطالت أهم نواحي الحياة مثل الدواء والوقود والإلكترونيات والمواد الأولية للصناعة. وظن البعض أن العقوبات بتطال أو بتضعف الحكومات، ولكن بالحقيقة هي بتطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع مثل الأطفال والمسنين، تضعف مقاومتهم أمام الحياة وخاصة في زمن حروب التطبيق.